and it never happened. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لفيلم تنت. النهارده هنتكلم على التحفه الفنيه الجديده لكريستوفر نولان، وهيبقى معانا في الفيلم. الفيلم ده كان نازل له على فكره التريلر بتاعه. الفيلم ده اصلا ميعاد نزوله هيبقى 17 يوليو السنه دي في 2020، ولا جابوا سيره ان هو هل هيتاجل ولا هيتعمل السنه الجايه او هيترمى اخر السنه، ما قالوش اي حاجه. ده الفيلم الوحيد لحد دلوقتي اللي اعرف ان هو لحد دلوقتي ما غيروش الريليز ديت بتاعه، فهو نازل في ميعاده عادي جدا 17 يوليو. وغريبه جدا هو نازل 17 يوليو والسينمات كلها قافله. ما اعرفش بقى هل لو وصلنا ليوليو السينمات هتبقى مفتوحه ولا لا، ولا هيترمى اخر السنه او ممكن يتاجل السنه الجايه، فبرضه لسه مش عارفين، او ممكن هيتحط على المنصات على الانترنت. بس ده طبعا اشك، يعني فيلم كريستوفر نولان ينزل على طول على النت ده هيبقى صعب شويه. الفيلم ده كان نازل له تريلر قبل كده، كان تقريبا من 3 4 شهور، وبالفعل انا كنت اتفرجت على التريلر، فاكيد طبعا ما عملتلوش تريلر رياكشن لان كنت شايف التريلر بتاعه. ما عملتلوش تريلر رياكشن بس شفت التريلر انا. التريلر حلو وبس ما كانش فيه، يعني هو يعتبر تيزر قوي، ما يعتبرش كان تريلر، بس ما فيش حاجات كانت واضحه في الفيلم. حاسه الفيلم شويه هيبقى يعني مش غامض، بس حاسه هيبقى فيه طبعا بقى شغل، بقى شغل في مسلسل دارك وشغل فيلم بريديستنيشن، شغل عارفين انتوا الافلام والمسلسلات اللي تجيب لك يعني صداع نصفي وانت بتتفرج. فتقريبا الفيلم ده هيبقى اخد نفس السكه. يعني معانا في الفيلم روبرت باتنسون، وانا طبعا انا فرحان بجد من روبرت باتنسون، فرحان بجد روبرت باتنسون رجع يشتغل تاني في افلام كويسه. على فكره روبرت باتنسون من الممثلين التقال بس لسه مش اخدين حقهم، والناس اخداله ريفرنس ان هو مجرد ده الشاب الفقيع اللي كان طالع في تويلايت مش اكتر، وهو غير كده خالص. على فكره روبرت باتنسون شاطر جدا، واللي يثبت لكم كلامي اللي ما شافش فيلم لايت هاوس لازم تتفرجوا على فيلم لايت هاوس اللي كان طالع مع ويليام ديفو. ده كان انا بالنسبه لي واحد من اكتر الافلام اللي اتظلمت في موسم جوائز الاوسكار، اخر موسم جوائز الاوسكار. ترشح بس السينماتوجرافي، ما ترشحش روبرت باتنسون وما ترشحش ويليام ديفو. تمثيلهم كان اكتر من رائع. معانا روبرت باتنسون، معانا كمان اليزابيث دباكي، ومعانا كمان كينيث برانجا، ده نفس الراجل اللي كان طالع في دونكيرك، اللي كان برضو طالع في ميردر اون ذا اورينت اكسبرس. تقريبا هو اللي هيطلع الفيلن في الفيلم ده من التيزر، انا تقريبا جمعت من التيزر اللي كنت شايفه. هيبقى معانا كمان مايكل كين، هيبقى معانا كمان كليمنس بوسي، دي نفس البت اللي كانت طلعت في هاري بوتر اند جوبلت اوف فاير، البت اللي هي كانت المشتركه الرابعه مع هاري بوتر، ومع كان روبرت باتنسون برضه كان موجود. ومعانا كمان جون ديفيد واشنطن، ده ابن دنزل واشنطن، ومبسوط قوي ان هو موجود في الفيلم، شكله هيبقى اداؤه كويس. وطبعا الكتابه والاخراج لكريستوفر نولان. الناس اللي بتحب نولان زي حالاتي، عايز اقول لكم ان بيتم حاليا كتابه السكرين بلاي بتاع فيلم ميمنتو، هيتعمل تاني نفس الفيلم اللي كان عامله كريستوفر نولان اللي كان كتبه واخرجه. بس انا من وجهه نظري ان هم المفروض ما يعملوش تاني الفيلم ده، لان انا الفيلم ده كان حلو جدا، بس هل بقى هيعملوه تاني ليه؟ ما اعرفش، يعني اكون صريح معاكم، ليه هيتعمل تاني انا ما عنديش اي فكره بالموضوع ده. بس تقريبا مش هيبقى اخراج كريستوفر نولان، بس هيبقى كتابه كريستوفر نولان مش اخراجه. كريستوفر نولان طبعا اللي عمل انسبشن وانترستيلر ودونكيرك وحاجات بالهبل يعني. قلنا ندي نبذه كده صغيره قبل ما نتفرج على التريلر. دلوقتي معانا التريلر الاوفيشال تريلر بتاع الفيلم، بتاع فيلم تنت، الفيلم الجديد لكريستوفر نولان. اول مره طبعا كالعاده هتفرج معاكم على التريلر، ما شفتوش قبل كده هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. Why don't you bring me in? You really want to know? You're not shooting the bullet, you're catching it. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were gonna say nuts. How would you like to die? Old.
from here? Hasn't happened yet. We need to save him here and now. Doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane, but not from the air. That was so dramatic. That part is a little dramatic. واو اوكي ده الفيلم متصور كمان بكاميرات اي ماكس. واو انا اسال سؤال, هو الحته اللي في الاخر دي الطياره اللي كانت موجوده في التريلر اللي جت في الاخر اللي انفجرت دي, هل ممكن تكون بجد؟ والله عبطوا مجانين ويعملوها يعني. واو الفيلم شكله حلو قوي وشكله مايند, يعني مايند اف وورد. حد فهم حاجه من التريلر؟ اللي انا فهمته من التريلر ان تقريبا الباست والبريزنت والفيوتشر الثلاثه, الماضي والحاضر والمستقبل, الثلاث ازمنه في زمن واحد على ما اعتقد. ده اللي انا فهمته, غير كده ما فهمتش اي حاجه تانية. انا اكتر يعني اكتر حاجات يعني وانا قاعد بتفرج كاتشي جدا وانا قاعد بتفرج واخدت بالي منها كمان وانا قاعد بتفرج التريلر, اكتر حاجه شدتني حاجتين, واحد وحاجه منها ما اعرفش فيه كتير اول حاجه ولا لا. الحاجه الاولى ان في ريفرنس كتير قوي لافلام كريستوفر نولان, واللي اخدت بالي منه في ريفرنس كتير لدانكيرك وفي انسبشن وانترستيلر والدارك نايت, وبالذات دارك نايت رايزز, الحته بتاعت بين, الحته بتاعت الاستاد اللي في الاخر لما انفجر, وكان في الحته بتاعت الكورت بتاعت دانكيرك, الحته لما كانوا في البحر واحد كان بيكلمه, انسبشن الحته بتاعت اللي ما شافش المشهد او اللي ما شافش او اللي مركز قوي, حاولوا تتفرجوا على التريلر تاني بنفس الريفرنس اللي انا بقول لكم عليه ده, هتحسوا ان في ريفرنس كتيره جدا وانتوا قاعدين بتتفرج هتقولوا ده تقريبا جامع الافلام كلها في تريلر واحد. الحاجه الثانيه هي ممكن تكون حاجه هبله مني وانا بقولها, كان في كليبس مونتاجز كده بيجيبوها الافلام بتاعت كريستوفر نولان, الدارك نايت وفي انسبشن وفي دانكيرك ومش عارف ايه وكده. انتوا خدتوا بالكم الريفرنس بتاع المشهد ان لما جابوا سيره ذا دارك نايت جابوا بعدها روبرت باتنسون, يعني كده عارفين ان روبرت باتنسون هو باتمان الجديد؟ يا عم احنا عارفين والله. ما اعرفش لو هي دي هل فعلا ريفرنس ولا لا, بس انا حسيتها ريفرنس ما اعرفش ليه. يعني تعبت على الاكسجين اللي كانوا حاطين في وشهم ده ما اعرفش ليه, يعني ده انا برضو مستغرب ليه محتاجين بتاع الاكسجين ده, انا مش عارف. اكون صريح معاكم انا ما فهمتش كتير حاجات من التريلر, بس انا اللي انا فهمته ما اعرفش ده صح ولا غلط, ان الثلاث ازمنه في وقت واحد, الماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد. حتى اللي خدت بالي برضو اللي اكد لي على كلامي المشهد اللي كان في الاخر لما قال له when this happened, قال له it didn't happen yet, وقريدي كان الطلقة كانت مضروبة في الازاز, فهو يعني when did it happen, فاللي هو the past, ولسه قال له it didn't happen, وهو في الفيوتشر يعني اللي هو لسه هيحصل, بس هو اوريدي حصل وهم اصلا في الحاضر. يعني هو فعلا يعني ممكن انا كلامي صح بنسبه 90%, انا كلامي صح يعني. والحته المشهد الاخير ده اكد لي اللي انا بقوله, ان هم ثلاث ازمنه في وقت واحد, حاجه ما حصل حاجه حصلت بس في نفس الوقت ما حصلتش, وهم في الحاجه اصلا يعني هم في الحاضر. يعني انا متاكد ان هي معناها كده ثلاث ازمنه في وقت واحد. نسبة ترقبي للفيلم هي 9/10, وفعلا بجد الفيلم, نوعية الفيلم ده او نوعية الافلام دي لازم تتفرج عليها في السينما, لازم تتشاف في السينما حرفيا. ويا بخته اللي ممكن يتفرج كمان على اي ماكس, يتفرج عليه اي ماكس هيبقى حاجة تانية. الفيلم ده فعلا بجد, واي ماكس بالذات, اي ماكس بالذات الفيلم ده اللي هيتفرج عليه هيبقى ليه متعة تانية ومتعة خاصة كمان. نسبة ترقبي للفيلم زي ما انا قلت 9/10, واتمنى ان السينمات بقى تفتح والحياه ترجع تاني زي ما كانت, عشان الواحد يرجع يستمتع بالسينما تاني, عشان الواحد حرفيا اشتاق للسينما بطريقه بشعه. واتمنى ان الفيلم ده ما ينزلش على النت وزي كابون, والحمد لله ان كابون الواحد ما دخلوش سينما ودفع فلوس في حاجه اصلا, يعني الواحد كان فعلا متحمس ان هو يشوفها ولبس في الاخر خازوق الهاي اكسبكتيشن كالعاده. عشان كده انا ما بقتش ادي هاي اكسبكتيشن, بس انا مع الاسف بدي هاي اكسبكتيشن كده من غير ما اقصد, يعني حماس زياده عن اللزوم. نسبه ترقبي للفيلم 9/10, اتمنى الفيلم ده بجد ما ينزلش على النت, نتفرج عليه في السينما. واتمنى ان لو الحوار بتاع اللي احنا فيه ده يطول, اتمنى ان هو يرحلوه لاخر السنه, او لو الحوار ما ظبطش ياجلوه للسنه اللي بعدها, عشان نستمتع بالفيلم ده فعلا بجد في السينما, لان نوعيه الفيلم ده, نوعيه الافلام دي او الفيلم ده بالذات محتاج سينما.
بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم تنت. ده كان الاوفيشال تريلر بتاعه، لسه نزل النهارده او نزل امبارح، نزل امبارح. عملت له اهو تريلر رياكشن. انتظروا مني فيديوهات رمضان في الفتره اللي جايه، يعني بعد التريلر ده على طول هتلاقيني صورت على طول باقي المراجعات بتاعت مسلسلات رمضان، الفتوة ولعبة النسيان، المسلسلين دول، عشان المسلسلين دول خلصوا النهاردة. بس ما عنديش اي حاجة تاني اقولها عن الفيلم تنت. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.